خامس علبة أستخدمها من زيت الرموش حق أرمانيا. شوفوا مو بس خيال، أنصح فيه من قلب، من أعماق أعماق قلبي. هالاثنين كيف فادوني؟ شوفوا حق الرموش مرة كثير بنات فادهم، وشوف عيني وناس يعني حواليني كيف فادهم، وأنا أولهم كيف طول الرموش ويغلظها. بس نصيحة بنات، استخدمي صح، لا تكبين كب. بعلمكم الحين كيف طريقة استخدامه، واستمري عليه، مو أسبوع أسبوعين شهر وما شفت نتيجة. لا ترى أنا مخلصة 5 علب وأبدا ما يضر العين، ومرة كويس. بس استمري عليه، يعني كثير بنات يعني في البداية ما حسوا فرق، بس بعد 2 3 شهر هنا تبدأ تبين النتيجة. أي كورس بالدنيا لا تحكمين عليه قبل 3 شهور. رمينا هذا الزيت مع مفايلا، تستخدمينهم سوا كورس كل يوم، تحطينهم وادعيلي على رموشك وعلى حواجبك. بالبداية ممكن يطيح كم رمشة عادي، بتطلع لك مرة ثانية جديدة، أصلا رموش ترى بسرعة تتجدد. بس بالبداية بس استمري عليه، يعني لا تقطعينه، كملي الكورس وشوفي النتيجة. هذا بالنسبة لزيت الرموش. شوفوا أنا مستخدمة براندات الدنيا، يطلعون هالات تحت العين، هم فعلا يطولون رموشك بس يطلعون هالات تحت العين. الوحيد أرمانة ما طلع، بس وشو تحطينه له طريقة حاط، يعني مو ينزل لين الجفن اللي تحت وتقولي والله طلع لي هالات، لا، له طريقة استخدام. بالنسبة لزيت الشعر هذا الأرقان، رائع 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 رائع، يعني كذا أرقان مستخدمته كلهم نتيجتهم حلوة. بس للأمانة صدق إن الأصلي اللي يكون عصرة أولى يفرق 180 درجة على الشعر، على البشرة، حتى مع كريم ترطيب الجسم لما تحطينه والله ترطيب يجلس 3 أيام عادي. هذه الأشياء رائعة من أرمانة. شوف أنا ما طلعت كل شيء وكل يوم يومين أمدح شيء، بس فعلا هالزيت